السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي في القناة التعليمية إيكول شادلي، اليوم مع فيديو جديد الذي سنرى من خلاله الصرف والتحويل من الصفحة 33 من الكتاب المدرسي المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي. إذا درس اليوم هو الفعل وأزمنته. ألاحظوا وأكتشف. أقرأ جملتي كل جدول وأحدد أفعالهما. إذا هنا لدينا ثلاث مجموعات، كل جملة تحتوي على جملتين كما تلاحظون. علينا قراءة هذه الجمل وبعد ذلك تحديد أفعالها. إذا في المجموعة الأولى لدينا صنع الحرفي الأواني، باع المصنوعات. إذا ما هو الفعل في الجملة الأولى؟ إذا صنع الحرفي الأواني، الفعل هو صنع. أما الجملة الثانية لدينا باع المصنوعات، إذا الفعل هو باع. إذا الآن ننتقل إلى المجموعة الثانية. الجملة الأولى يصنع الحرفي الأواني، إذا ما هو الفعل في هذه الجملة؟ إذا هو يصنع. يصنع هو الفعل عفوا. أما الجملة الثانية يبيع المصنوعات، الفعل هو يبيع. والمجموعة الثالثة والأخيرة لدينا اصنع أواني منزلية، بع مصنوعات جلدية. إذا الجملة الأولى اصنع أواني منزلية، الفعل هو اصنع. بيع مصنوعات جلدية، إذا الفعل هو بيع. إذا المجموعة الأولى لدينا الفعل هو صنع باع، المجموعة الثانية يصنع يبيع، والمجموعة الثالثة لدينا اصنع بيع. إذا الآن ننتقل إلى سؤال موالي. أحدد زمن وقوع الفعلين في كل بطاقة. إذا لدينا هنا ثلاث بطاقات، علينا تحديد وقوع الفعل. إذا لدينا هنا صنع باع، يصنع يبيع، وهنا اصنع بيع. إذا زمن وقوع الفعلين صنع وباع هو الماضي. إذا يتبين لنا بأن الفعلين صنع وباع فهي وقعت في الماضي. هنا لدينا يصنع يبيع، فزمن الوقوع الفعلين هو المضارع. نكتب المضارع. وأخيرا لدينا هنا اصنع بيع، فزمن وقوع الفعلين هو الأمر. إذا هكذا، إذا يتبين لنا أن أزمنة وقوع الأفعال هي الماضي، المضارع، ثم الأمر. إذا الآن ننتقل إلى الاستنتاج. أستنتج. الفعل كلمة تدل على حدث وقع في زمن محدد. إذا بصفة عامة فالفعل هو كلمة تدل على حدث وقع في زمن محدد. إذا فالفعل يدل على حدث ما، وذلك الحدث وقع في زمن ما، في الماضي أم المضارع أم الأمر. يأتي الفعل في الماضي أو المضارع أو الأمر. إذا أزمنة وقوع الفعل فهي الماضي، المضارع، ثم الأمر. إذا الفعل كلمة تدل على حدث وقع في زمن محدد. يأتي الفعل في الماضي أو المضارع أو الأمر. إذا الآن ننتقل إلى أطبق. هكذا أحيط الأفعال فيما يأتي. لدينا هنا يلعب، في، زينب، علي، جرى، قرأ. إذا علينا هنا في هذا السؤال أن نميز الأفعال وأن نقوم بالإحاطة بها. لدينا يلعب، في، زينب، علي، جرى، قرأ.
إذا يلعب هو فعل، إذا نقوم بإحاطته. في فهي حرف، زينب فهي اسم، علي كذلك فهو اسم، جرى فعل، أحيط بجرى، وأخيرا لدينا قرأ فهي كذلك فعل نقوم بالإحاطة بها. إذا الأفعال التي موجودة لدينا هنا هي يلعب وهي في المضارع، لدينا هنا جرى ماضي، وقرأ كذلك في الماضي. إذا نمر إلى السؤال الموالي، أكمل ملء الفراغات في الجدول الآتي بما يناسب. إذا لدينا هنا جدول، علينا أن نملأ هذه الفراغات بما يناسب. إذا لدينا هنا أفعال، ثلاث أفعال، الماضي، المضارع، الأمر. هنا أعطي لنا الماضي وعلينا تحديد المضارع والأمر. أما الفعل الثاني أعطي لنا الأمر وعلينا تحديد الماضي والمضارع. وأخيرا الفعل الثالث أعطي لنا في المضارع وعلينا تحديده في الماضي والأمر. إذن الأفعال هي دخل، صنع، حمل. إذن دخل في الماضي فهي دخل، دخل في المضارع فهي يدخل. أما دخل في الأمر فهي أدخل. إذا الأمر هو أدخل. لدينا الفعل الثاني هو صنع، صنع في الماضي نقول صنع، صنع في المضارع نقول يصنع. وصنع في الأمر نقول اصنع. أما الفعل الأخير لدينا حمل، حمل في الماضي نقول حمل. حمل في المضارع نقول يحمل. وأخيرا حمل في الأمر نقول احمل، كأنك تأمر شخصا احمل. إذا لدينا دخل، يدخل، أدخل، صنع، صنع، يصنع، اصنع، حمل، يحمل، احمل. إذا هذه هي الأزمنة التي تأتي فيها الأفعال، إما الماضي أو المضارع وأخيرا الأمر. وكل زمن فالفعل يتصرف حسب الزمن الذي أتي فيه كما تشاهدون هنا. إذا إلى هنا ينتهي فيديو اليوم، ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم.